كابتن حماده صدقي اسوان والنجوم، وابدا معاك بقى ايه توقعات الاستوديو. جالك الموت يا تارك الصلاه. هزمتكم هزيمه نكراء. ليه؟ اقول لك ده انت بص ده انت هتمحشيني كل انواع المحاشي. انا قلت لك اصلا لا انا جبتكم لمسه اكتف اهم مرة. لا 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 انا كل لا 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 كلنا انا قايل اسوان هيكسب. فاشل اصبر. جالك بص الكابتن احمد شاهد، انا عندي القاسمه والقاضيه والقاطعه يا باشا. ماشي مش ده احنا مع بعضينا. انا قلت لك كل النتائج يا باشا اللي انا قلتها صح كلها يا باشا. ماشي هطلع لك اول توقع بس احنا سهرانين. ماشي اطلع لي يا باشا بالمستند الاول. النجوم واسوان والنجوم لسه احنا. انا قلت لك انت صح. ما انت صح والله. لا انت اللي هتعشيني. اتفضل يا باشا. اسوان فوز. اسوان فوز. اسوان تعادل. كابتن حماده فوز. اسوان تعادل. تعادل. وانا متوقع فوز اسوان. تمام. كلنا اسوان. كلنا اسوان. لا كابتن ربنا. لا لا قلت تعادل. ايوه ايوه انا وانت في ال... لا كلنا والكابتن اسامه عرابي في غيابه. اسوان. احنا الاربعه قلنا اسوان ولا خسر الكابتن رمضان. تمام تمام كده. طيب معاك الماتش يا معلم. طيب ودي اخر توقعات. لا اصبر 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 يا باشا جاي له التحدي. اصبر بص اسوان يمكن كان جاي من هزيمه من بتروجيت فعنده ماتش لازم يكسب يعني. قدم مباراه يمكن كانت بالنسبه لاسوان يعني ضاغط من اول الماتش على ملعبه. يمكن سجل يمكن في اخر الشوط الثاني بس طول الوقت عنده فرصه وكان بيضغط وضيع فرص كتيره. يمكن النجوم اعتمد على الهجمات المرتده تكتله الدفاعي بيعمل هجمات مرتده لكن اسوان كان هو ليه بالظبط. يمكن بس تسجيل الاهداف جه في اخر يعني الهدفين جم في الدقيقه 93 وهدف جه في الوقت الاضافي الدقيقه 95. لكن هو كان مستحوذ على المباراه يعني كان اسوان كان هو المستحوذ على مجريات المباراه كامله يعني وقدر طبعا يكسب اسوان. قلنا من الفرق اللي هي عايزه تصعد يعني لما انا قلت لك 12 13 نادي 14 نادي هدفهم الصعود. اسوان منهم. اسوان من الفرق اللي هي جايه الدوري عشان تصعد يعني هيبقى من الفرق الكبيره الموجوده وعندهم الخبرات الكبيره واللعيبه عنده برضه لعيبه عندها خبرات والكابتن حمدان بصراحه مهيئ نفسه هو وفرقته لده ومجلس الاداره بيدعمه بقوه برئاسه المستشار الشافعي صالح. بالظبط. يمكن النجوم كان جاي طبعا تعادل مع مكادي. طبعا كل زي ما قلت لك في الاسابيع الاولى دي كله بيلعب عايز يكسب. ممكن اعمل زون ديفنس بس اعمل هجمه مرتده عشان اكسب. فريق عنده اللياقه البدنيه اللي يقدر يعمل ضغط من اول مباراه وده حصل مع اسوان. بيضغط من بدري بيحاول ولكن الفوز جه متاخر شويه جه الشوط الثاني يعني. فريق النجوم المفروض من الفرق اللي عندها مواهب كتير جدا الحقيقه. والاستاذ محمد طويله طبعا كلنا عارفين من 10 سنين على طول بياخد مواهب على مستوى عالي جدا 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 بس انا بقول ان هم في المسابقه دي هياخدوا وقت شويه يعني مش هيخشوا جوه المسابقه بقوه في الاول يعني هياخدوا وقت وبعدين يخشوا جوه المسابقه بقوه الحقيقه. يعني كم مدرب يعني يعني يستحملوا كم مدرب يعني ممكن ثلاثه. لا وعلى فكره عبد الناصر اسوان من الفرق اللي على ملعبها على صعبة. ملعبها طبعا يعني صعبة. انا مش بقول صعب ممكن يوصل لدرجه المستحيل ان حد يكسبه هناك. ده الفرق الكبيره اللي زمان كنا بنعرفش يكسبوا هناك. طب يعني برضه يا كابتن حماده ايه اللي مطلوب في ظل هذا الفريق يعني اسوان الذي يعاني حتى ماديا ومظلوم جدا مسافات بعيده امكانيات ضئيله او معدومه وامال كثيره للجماهور وكبيره. احنا يعني قلنا الدوري المحترفين ده يبقى فيه سبونسر فيه راعي فيه حد هيصرف على ده الحل. ملوه هيعمل ايه؟ ده اللي بالنسبه له ده الاستثمار اللي هو قدر يصعد من الثانيه للممتاز دي او كان في ممتاز ونزل هبط للدوري المحترفين.
عشان يبقى في حد راعي للفرقه دي. يعني مش معقوله المحافظه تقدر تصرف او النادي ما عندوش مداخيل يقدر يصرف على الفريق بشكل كبير، ولكن النتائج بتاعته هو موجود في دوري المحترفين، محتاج حد راعي يرعى. تمام، يرعى الفرقه. لا بس برضو يعني ويساعد. انا برضو حماده ده نادي بيمثل المحافظه، ده ومش اي محافظه، بيمثل المحافظه وبيمثل محافظه من اهم المحافظات. طبعا لابد يوجه جزء فعلا يعني مادي، بيوجه اكيد مادي، لا يكون جزء كبير، الله يكون فؤاد مجلس الاداره. لا انا بتكلم من المحافظه طبعا. أيوه. من المحافظه بالعافيه يا جماعه، واخد بالك؟ بالعافيه والله، لان ده جزء. بس الظروف اصلا حاجه، انت لما تبني الاستاد ده السفر ايوه. ما هو انا بقول لك طيران ده اصل اما في كوره اما يا جماعه انت بص رمضان مش هنضحك على بعض، اما انت يبقى عندك كوره يا اما ما عندكش، واخد بالك؟ تلعب بقى للتسليم. انا عشان كده انا قلت في بدايه الحلقه، قلت ايه او في بدايه الاستوديو، قلت ان لو ما فيش راعي والانديه دي مش هتاخد مستحقات، مش هتقدر تكمل، في فرق مش هتقدر تكمل. طيب جابر سالم في الدقيقه 83 يا كابتن حماده، ومحمد ناجي جده في الدقيقه 95. هل الانهيار في العشر دقائق الاخيره هذا ما احدث التغيير براحيل سعيد عبد العزيز، انك انت يجي فيك هدف في الدقيقه 83 و95؟ برضه ده مش بص وارد، يعني ما اقدرش اتكلم، لازم اكون شفت المباراه، يعني شفناها كامله. بقول لك انا شفت المباراه كامله. اسوان مسيطر من الدقيقه الاولى للاخيره. انا بسمع بس لكن اكيد الكواليتي بتاع اللعيبه اعلى شويه، البدني خبرات كمان، خبرات اكتر، النجوم كلهم صغيرين. السفر كمان يا جماعه، السفر ما هو دول جايين من القاهره 1200 كيلو. لا بس جايين طيران ماشي، اي كان طيران يعني اسهل من السفر بالاتوبيس. متاكد انت طيران؟ لا ما اعتقدش طيران، ما اعرفش. لا ما قصدي معلومه، لا مش طيران، لا قصدي معلومه، قصدي معلومه يعني لابد ان تتاكد منها. اللعيبه ما استرحتش كويس طبعا، العامل البدني ليه دور كبير جدا. السفر الطويل ايا كان يا طبعا لا موت. لا السفر بالطيران، طياره ساعه وربع، لا الطياره لكن مصر في ثانيه، ما شاء او قطر مشكله كبيره جدا. الجو هناك يوميها كان ايه؟ طب حر، لازم نعرف جو حر، الجو هناك يوميها. لا اليوم ده كان الجو حلو يعني، كويس كان الجو حلو. طيب انا بس عايز اخدكم لحاجه، الجمهور العظيم اللي كان قدامنا ده، طبعا انا خدت شوط كبير مع ست المستشار الشافعي صالح، طبعا المستشار الشافعي صالح دردشت معاه واتكلمت مع مجلس الاداره عشان دخول الجماهير، وبالفعل هم دخلوا اثناء المباراه، ولكن انا اعرض لكم ثلاث خطابات وفيهم بيان. الخطاب الاولاني اللي راح للسيد مدير امن اسوان، مساعد اول وزير الداخليه، بيقول له مجلس الاداره ان احنا عايزين ندخل الجمهور. بعد كده انا اتكلمت مع ست المستشار الشافعي صالح، وقلت له لو سمحت اعمل لنا تعهد عشان نبعته لوزاره الداخليه، انك انت متعهد انك انت تنظم دخول الجماهير، والراجل لم يتاخر وعمل التعهد، وانا بشكره وبشكر مجلس الاداره اللي كان في غرفه عمليات ولم يتاخر لحظه من اجل جمهوره العظيم. ثم بعد ذلك ارسل خطاب لاتحاد الكوره بيقول له لو سمحت يا جماعه دخلوا الجمهور، ابعتوا لوزاره الداخليه اسوه باللي شفناه في شبين وشفناه في المحله. كل المحاولات للاسف باءت بالفشل، وانا مش عايز اتكلم في اسباب امنيه، ولكن بشكر وزاره الداخليه على الجهد اللي اتبذل معايا، سواء من مكتب معالي وزير الداخليه او من اداره الامن العام، وكلنا كنا صادقين في حل الازمه، ولكن كان الوقت ضيق. وده اللي خلى مجلس الاداره اتخذ قرارا بالامتناع عن الحضور احتجاجا على عدم دخول الجمهور، واصدر بيان محترم باثني من خلاله على مجلس الاداره وعلى الناس في اسوان، قال لك نحن متضامنون مع جمهورنا، وما دام ما دخلوش احنا مش رايحين الماتش. والتقطت عدسة احمد جابر ومعه زميلنا ومدير مكتبنا في اسوان الاستاذ ممدوح رضوان هذه اللقطة المعبرة، كراسي مجلس الادارة فاضية، ودي انفراد لينا في استاد اسوان احتجاجا من مجلس الادارة محترم وراقي على عدم حضور جمهوره، وده شيء بوسني عليه واعتراض راقي ومحترم. ما ينفعش نشوف جمهور في شبين ونشوف جمهور في المحله ويحرم جمهور اسوان. طبعا احنا عملنا كمان غرفه عمليات، وزميلنا الاستاذ حسن محفوظ مقدم برنامج كلبش هنا في قناه الشمس، احنا بنأدي دورنا ومخلصين جدا، وبعلاقاته في وزاره الداخليه
حتى والمباراة شغالة كنا بنحاول وبنتابع مع السيد مدير أمن أسوان، وأنا بشكره لأن الراجل في الأخير قال اليوم ده كان في مجموعة إيفنتات ومجموعة حاجات يمكن حالة دون دخول الجماهير، لأن في جواب جاي من اتحاد الكرة وهنحاول نحل الأزمة دي فيما هو قادم. إلى أن دخلت الجماهير والمباراة شغالة، فأنا عايز أقول إحنا لا نقصر أبدا مع أسوان، وكمان بشكر زميلنا عمرو يحيى الإعلام المحترم والإعلام الكبير ورئيس المركز الإعلامي وكلهم شهود. إحنا خلي بالكم يا جماعة والله العظيم إحنا لا نتفانى في حل أي أزمة. دي لحظة دخول الجماهير بفضل الله وما بذلناه من جهد، وأنا عايز أقول لمعالي مدير أمن أسوان، هل هذا العدد وهذا النفر كان يستدعي هذه المعاناة اللي عشناها؟ وبحيي معالي وزير الداخلية اللي في كل لقاء مع سيادة الرئيس بكون حاضر وبقابله، الراجل بانسني على مديرين الأمن اللي بيبقوا على قدر كبير من المرونة مع الأندية. فأنا بس بشكر في النهاية دخلنا دي لقطة اليوم بقى لحظة، ده بقى برنامج ملعب الشمس وزمايلنا وعبد الناصر زيدان ومراسليننا في كل مكان. دي قبل ما يدخلوا لحظة إحراز الهدف الأول، دي مجموعة كانت على السطوح غير اللي دخلت، دي لحظة إحراز الهدف الأول في الدقيقة 83 فيها صوت يا أستاذ جمال، دي يعني مش هقول لك انفراد من العير الثقيل ولكن فيها فرحة حلوة. الكاميرا لقبت اتفضل لو علينا الصوت شجع شجع بص على اللوحة دي لحظة يا جماعة إحراز الهدف. فبشكر معالي المستشار الشافعي صالح وبشكر مجلس إدارة نادي أسوان وبشكر المركز الإعلامي وعمرو يحيى وبشكر ممدوح رضوان الرائع مدير مكتبنا في أسوان وأحمد جابر ومحمد العقباوي اللي بذلوا جهد كبير ويظل جمهور أسوان العظيم في عيننا. ومني ومن الكابتن أحمد عبد الحليم ومن الكابتن حمادة صدقي ومن الكابتن رمضان السيد ومن الكابتن تامر عبد الحميد تحية خاصة لأهالينا الطيبين في أسوان وحقكم علينا ومعاكم للنهاية لغاية ما نحل الأزمة وتدخلوا بإذن الله. وأنا واثق في أن وزارة الداخلية سيكون هناك قرار بشأنكم في المباريات القادمة. مليون تحية لأهلنا الطيبين في أسوان. وهو وسط أهالينا الطيبين في الشوارع والميادين. عندي مفاجأة لجمهور أسوان، ولكن خليني أستقبل محمد بيق طويلة طلب المداخلة
يبدو أن هناك جديد، ولكن في جميع الأحوال سعيد وأرحب دائما بمحمد بيت طويلة في كل وقت وحين، مجرد ظهوره معنا مكسب وإضافة. محمد بيت طويلة السلام عليكم. محمد بيت السلام عليكم. الصوت يا سيد عبد الله مفيش صوت خالص. أنا سامع كده يا فندم. السلام عليكم. أيوة بس أنا مش سامع. تسمعني كده؟ انت اللي ما يسمعكش الكنترول يعني حقيقة الصوت يا جماعة نزل خالص. طب سامعني كده يا محمد بيه؟ يا حاسمع من التلفزيون بقى قداميش غير كده. لا 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 طب استاذنك هنرجع لك تاني بعد دقيقة، هنرجع لك تاني. أوكي. هنرجع لك تاني لو سمعنا، لو سمحتوا يا جماعة، لو سمحت يبقى اكيد في دلي بس هوا مش مشكله هندسيه. بعض الاوقات بيبقى في دلي في التليفون، بيبقى من الاتصال وليس من الهندسه، فاستاذن الاخوه يتصلوا مره تانيه. عيب شبكات يا جماعه مش عيب كنترول. طيب خليني بس استمر معاكم لغايه ما رجع لنا محمد بيت طويله. الكابتن احمد قال متعنا تاني بجمهور اسوان. خليني بس نروح غرفة خلع الملابس، وهنا عايز احيي عمرو يحيى رئيس المركز الاعلامي وفريق عمله اللي نزل هذا الفيديو، واحنا خدناه عشان نكرم اهالي اسوان. وبالتبعيه اقول للاعلامي الكبير عمرو يحيى صيد مهم، بشكرك على التصوير وعلى الاجاده. نروح نشوف. بصوا الناس هناك والاسوان والنوبه حاجه في حته تانية خالص. خليني اروح لتقرير المباراه مع ممدوح رضوان ومتعكم بالاهداف. واقول لكم على حاجه، الكابتن رمضان، ويمكن انت اشتغلت في اسوان، اشتغلت في اسوان. مفيش اطيب ولا احسن من كده. اطيب شعب في اطيب محافظه في مصر الحقيقه. شعب جميل جدا جدا جدا، يعني انا ما شفتش، انا روحت محافظات مصر كلها من اسوان لمطروح، انا في رايي دول اطيب ناس موجودين في مصر. الى ممدوح رضوان. أطلق هيثم عثمان صفرة البداية، والكرة بحوضة أصحاب الأرض والدار أصحاب الرداء على أزرق، على نظافة شباكه خلال المباراتين، وممكن هدف أول. أخيرا جاء الهدف، أخيرا جاء الهدف، جول أول لنادي أسوان عند محمد حامد اللي بيلعبها طويلة ناحية جده، مفيش تسلل جده. يا سلام يا سلام يا جدو يا رايق يا جدو، لمح بس ان الحارس وليد توفيق متقدم، عملها تشيب باص من فوق وليد ويسجل اسوان هدف رصاصة الرحمة على النجوم. صعبة دوحة،
كل الفرق للاسف الناس فاكره ان ده ممتاز بيه، ده مش ممتاز بيه يا جماعه، ده دوري محترفين. الفرق كلها قويه، مفيش كل فرقه هتتغلب ماتش وتتعادل ماتش وتكسب ماتش. يعني الدوري صعب، الدوري صعب، عايزين بس الناس تصبر علينا شويه. يعني احنا بادئين، احنا ابتدينا مسكنا الفرقه صدقني يا دوحه، احنا ابتدينا نشتغل شغل تكتيك وشغل بتاع الملعب قبل الدوري باسبوع واحد بالظبط. والله اشتغلنا كور ثابته واشتغلنا شغل على الجول وشغل التكتيك بتاع الملعب قبل الدوري باسبوع واحد. فعايزين الناس تصبر، احنا عندنا فريق كويس وعندنا فريق قوي، في بعض العناصر لسه ما جهزتش، ولكن يعني ما شاء الله النهارده كريم دخل بشكل كويس، برده مرسي وعرفات جم متاخرين وحسام عرفات جم متاخرين شويه، ولكن طبعا من نجوم الفرقه كانوا من الموسم اللي فات، والسنه دي ماشيين الناس معانا بشكل كويس. عايزين الناس تصبر شويه وان شاء الله اسوان هننافس بقوه على الصعود باذن الله. الحمد لله النهارده اول ثلاث نقاط لاسوان في دوري القسم الثاني دوري المحترفين، مباراه قدام منافس محترم، مدير فني محترم الكابتن سيد عبد العزيز، فرقه نجوم عملت جيم مش سهل قدام اسوان. احنا راجعين من خساره في الافتتاح لظروف استثنائيه، لعبنا اول مباراه رسميه بعد 25 يوم من فتره الاعداد بفتره ما كانتش كافيه، جهاز فني من ابناء النادي بقياده الكابتن حمدي حمدان، بصراحه مجلس الاداره يعني ومستشار الشافعي صالح وكل اعضاء مجلس الاداره بذلنا مجهود كبير في الفتره الاخيره علشان اسوان يظهر بصورته الحقيقيه، يظهر بصوره ان الفريق دايما مرشح للصعود. والنهارده على ملعبنا طبعا في استاد اسوان قدروا اللعيبه انهم في الشوط الثاني يظهروا بشكل مغاير تماما للشوط الاول، التغييرات اللي عملها كمان الجهاز الفني، والحمد لله وفقنا في احراز هدفين في يعني توقيت مهم جدا، سواء الهدف الاول لجابر سالم وده كان بديل وجده طبعا واحد من اللاعبين المميزين وكبات الفرقه اللي كانوا معانا من الموسم الماضي. المشوار طويل، النهارده فرحه الجماهير، جماهير اسوان النهارده اللي موجوده في المدرج، عانينا كتير جدا علشان جمهورنا يبقى موجود معانا زي كل الملاعب، ودي دعوتنا ان الدوري ده عشان ينجح لازم هينجح بحاجتين يا كابتن عبد الناصر، هينجح بالجماهير وهينجح بالترويج والتسويق الدعائي والاعلامي ونقل المباريات. الاول بعد الفوز ده الجمهور اسوان اللي دايما في ظهرنا على طول مش عارفين نرد لهم اي حاجه والله، بس ان شاء الله نرد لهم، ان شاء الله تبقى السنه دي سنه صعود لنا باذن الله، ونفرحهم ونرجعهم مكانهم الطبيعي تاني ان شاء الله، واكيد اللي جاي احسن. يعني شغالين فتره في فتره وبناخد ماتش بماتش، وان شاء الله ربنا يوفقنا في الماتشات الجايه. وبشكر الجهاز الفني ومجلس الاداره، الحمد لله كل ده توفيق من عند ربنا. الحمد لله قدرت اساعد زمايلي ولو بجزء بسيط ان احنا نكسب النهارده، والحمد لله فرقه اسوان فرقه كبيره، وان شاء الله نبقى مرشحين ان احنا نصعد، وان شاء الله هنصعد ودي البدايه بس ان شاء الله. انا بقول الحمد لله على المكسب، وان شاء الله الماتش الجاي باذن الله نكسب باذن الله كمان، وتبقى دي البدايه. ابتدينا بدايه مش موفقه الحمد لله، بس قدرنا نعوض هنا ان شاء الله، مش هنضيع اي بونت هنا، والحمد لله انا كويس، بس هي شد خفيف ان شاء الله يبقى حاجه كويسه بعد الاشاعه ان شاء الله، نطمن ان شاء الله وان شاء الله خير. نادي أسوان يفوز على ملعبه وسط جمهوره 2-0 على نادي النجوم. كان معكم مدير التصوير الأستاذ أحمد جابر، المعلق محمد العقباوي، الأستاذ أسامة العبيدي، وممدوح رضوان لقناة الشمس ملعب الشمس، مع الإعلام الكبير عبد الناصر زيدان. عودة إلى الاستوديو.